وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا نص من ربنا تبارك وتعالى يبين لنا فيه نعمة ومنة من منه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. هذه المنة وهذه النعمة ينبني عليها نظام المجتمع. الله تبارك وتعالى خلق لنا من أنفسنا أزواجا، وهي مصداق الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. الله تبارك وتعالى بنى هذا المجتمع على هذين الشخصين، الرجل والمرأة، ولكن بإيش؟ بأسرة مستقرة ليقوم عليها نظام المجتمع. أما زواج المتعة الذي هو موضوع حديثنا معكم في هذه الليلة، فهو حقيقة لا ينبني عليه نظام مجتمع أبدا، ولا تقوم عليه أسرة، إلا إذا كان هذا المجتمع مجتمع شيوعيا يشترك رجاله في نسائه خلط، يوم مع هذا ويوم مع هذه وتضيع الأمور تماما. هذا المجتمع الشيوعي تصح معه المتعة. أما مع المجتمع المسلم المحافظ الذي يريد أن تكون أسرا وأجيالا، فهذا لا تليق معه المتعة أبدا بأي حال من الأحوال. أنا أقول كلمة حقيقة، قرأت مرة في كتاب من كتب الشيعة، ولا أذكر الآن الكتاب لأن المعلومة قديمة جدا، أنه قال مؤلف ذلك الكتاب إن المتعة حلية أهل البيت. يتصور يعني وشعار للأئمة.